نبداو بالاقتراح ديال الرغيفات اللي هما مقليين كيجيو صغيورين كيجيو زوينين. هادو مقترح خديجه ام ايمان من الرشيديه. بالنسبه للرغيفات مقليين غادي نحتاجو 4 ديال الطحين فورس، بيضه واحده، كيس واحد من الفاني، خماره ديال الحلوه حمراء، معلقه كبيره ديال الخل، قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الزبده رطبه اولا الزيت على حسب اللي متوفر، وغادي نحتاجو الحليب دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعو هاد الرغيفات. ما يكونش الحليب سخون وانما دافي. والتزيين غادي نحتاجو شويه ديال العسل، شويه ديال الزيت فين غنقليوهم، والزنجلان اولا كاوكاو على حسب الاختيار اللي بغيتو في التزيين. غادي نعاود، بالنسبه للرغيف مقليين قلنا غادي نحتاجو 4 ديال الطحين فورس، بيضه واحده، كيس واحد من الفاني، خمارة ديال الحلوة حمراء، معلقة كبيرة ديال الخل، قبيصة ديال الملح، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال الزبدة أولا الزيت، والحليب دافي اللي غادي يكفانا باش نجمعو هاد العجين ديال الرغيف. فغادي ناخدو قصرية صغيرة، غادي نديرو فيها 4 ديال الطحين فورس مغرب المزيان، نديرو حفيرة، نديرو بيضة في الوسط، كيس واحد من الفاني، نخلطو، نضيفو خمارة ديال الحلوة، معلقة كبيرة ديال الخل، قبيصة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة كبيرة ديال الزبدة رطبة، ولا معلقة كبيرة ديال الزيت على حسب اللي كاين، نخلطو هادشي مع بعضياتهم، ومن بعد كنبقاو نضيفو الحليب دافي شوية بشوية، كنبقاو نعجنو بالحليب دافي، مكنزيدوش الما غير الحليب، شوية بشوية، حتى كتبدا تجمع لينا، كندلكوها مزيان، ومن بعد يعني كنخليوها ترتاح واحد 5 ديال الدقايق، وكنرجعو ليها، وكندلكوها مزيان، كتكون عجينة رقيقة، كندلكوها مزيان، باش يعني كندهنوها، كنقرصوها، كنورقوها يعني بالزيت. ونشا يعني كنحطو قدامنا، نسيت نشا، كنحطو قدامنا الزيت ونحطو قدامنا النشا، وكناخدو بالنسبة لهاد العجينة كنديروها كويرات بالطريقة العادية كيف كنديرو الرغيف. يعني كناخدو العجينة بعد ما جمعناها بالحليب دافي، تجمعات مزيان، دلكناها مزيان، خليناها كترتاح واحد 5 دقايق، رجعنا ليها نشكلوهم على شكل كويرات صغار، وكل كويرة كنورقوها مزيان في القصرية، كنقرصوها بالزيت، كنرشو عليها النشا، وكنطويوها عادي بحال الرغيفه مربعه بحال مسمنه، كنطويوها عادي حتى كنكملوا مربعات، يعني كنطويوها اليمين على اليسار من جنب التحتاني الفوقاني، كتجينا قريصه، يعني كتجينا رغيفه مربعه اللي هي قرصنا كل كويره كنقرصوها بالزيت وكنرشوا عليها النشا، كنطويوها على شكل مسمنه على شكل رغيفه مربعه، وكنخليوها كترتاح، وكنعقلوا على الاولى باش نبداو اللي بدينا بها، كنعقلوا عليها نبقاو غاديين حتى كنكملوا. من بعد كناخذوا ديك الرغيفه المربعه الاولى اللي حنا بدينا بها، كندلكوها واحد شويه، يعني بحال ما كتبقى صغيره ديك الشكل ديال المسمنه كنورقوها شويه، يعني ما كنكثروهاش بزاف، يعني كندلكوها غير واحد شويه، وكنبداو نقطعوها بالجراره. التقطيعه ديال الجرار لكم الاختيار، بغيتو تقطعوها يعني ملي غادي ديك الرغيفه اللي هي مربعه صغيره، الا طلقتوها شويه بالمدلك راه غادي توسع شويه، غتولي مربع شويه كبير. هذاك المربع كنقسموه بالجراره من الفوق، داك المربع من الفوق حتى لتحت يجينا 4 ديال المربعات، وديك الساعه هما اللي كنقليو. بغيتو تقطعوها على النص يجيكم مثلث فلكم الاختيار، يعني عينكم ميزانكم، مهم كل رغيفه راه تبارك الله كتخرج كميه مزيانه. نبقاو غادي بنفس الطريقه، الرغيفه اللي قطعنا الرغيفه يعني كل كويره كنقرصوها بالزيت ونشا، كنطويوها على شكل رغيفه مربعه، وكنحطوها على جنب، وكنمشيو للثانيه، نمشيو للثالثه، ونديروهم بنفس الطريقه. من بعد كنرجعوا لديك الاولى، كنطلقوها واحد شويه بالمدلك، وكنقطعوها بالجراره على شكل مربعات، ومن بعد كناخذوا المقله نديرو فيها الزيت حتى كيسخن مزيان، كنقليوهم، هما راه كيتنفخوا، كنقليوهم، كنهزو شويه ديال الزيت من الفوق، وكنديرو على الوجه ديال هاد الرغيفه، ونقطعهم تقطيعات صغيورين باش كيجينا يعني المنظر ديالهم زوين هكا الفطور ديال العيد ان شاء الله. ثم ملي كيتقلاو لينا مزيان، اما نطفيوهم في العسل، اما ندهنوهم بالعسل ونرشوهم بالزنجلان محمر اولا كاوكاو محمر. فهادو هو الاقتراح ديال رغيف مقليين بطريقه سهله.